باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. 22 الثاني، الأسبوع أسبوع تقديس البيعة، واليوم تذكار الموتى المؤمنين. هذا هو التاريخ يلي بيجي من بعد عيد جميع القديسين. بترحم على موتى الجميع. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة، مرقس 8:34-39. دعا يسوع الجمع وتلاميذه وقال لهم: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يفقدها، ومن فقد نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يعطي الإنسان بدلا عن نفسه؟ من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الزاني الخاطئ، يستحي به ابن الإنسان عندما يأتي في مجد أبيه مع ملائكته القديسين. حقا والأمان لجميعنا. مع أنه هالإنجيل بيتردد، وصرنا حكين فيه أكثر من مرة، مع بداية السنة الجديدة، رأس السنة المباركة، السنة الترجية، مع تذكار موتى المؤمنين، بده ياخذ معنى جديد. وهلأ معناه بيرتبط بكمان هالزمن يلي فيه جدل كتير قوي ما بين النظرة المادية يلي حكينا عنها، التي تعتبر الإنسان مادة كتلة من الشحم واللحم، تولد بالصدفة بفعل بشري، ومثل كل المخلوقات بيكبر وبيأكل بيشرب، بالآخر بيموت وانتهت قضيته. والفكر الإنساني يلي بيعطي الإنسان قيمة إنسانية بحسب إنتاجيته وحسب ذكائه، ثم القيمة اللاهوتية، النظرة اللاهوتية المسيحية يلي بتشوف الإنسان مش بقيمته الإنتاجية، إنما بقيمته بأعماله الصالحة وبالحب يلي بينشره وبعمل إرادة الله في زرع القيم ونشر البشارة، بشارة الخلاص، بشارة الأخوة، بشارة المحبة بالعالم. من هون إخوتي اليسوع اللي عم بيقول عنه، وهالمرة منقوله بهالطريقة، اللي بيستحي بكلامه بهالجيل الزاني الخاطئ، بده يستحي فيه ابن الإنسان عندما يأتي في مجد أبيه. يعني اللي ببطل منا يقول في الله وفي مسيح وفي حياة تانية، ونحن ما منموت، نحن منضل أحياء، ولازم نعمل الصلاح، ولازم نعمل الخير، ولازم نعمل المحبة، ولازم نصلي، ولازم نتوب، ولازم نصوم، بيستحي يقولهم هو، لأنه العالم كله صار مادي، وبيقول لك راح بيضحكوا علي، وبيقولوا لك وين بعد هيدا أو وين بعد هيدا. هذا ما نستحي به، أنه نقول لا، نحن عنا قيمنا المسيحية ملتزمين فيها. بيستحي في ابن الإنسان معناته أنه كل البشر اللي رح يلتقى فيهم بالسماء رح يستحوا فيه، فمنها وقت بيستحوا فيه معناته بيقعد عجلا، ما بقى يفوت على السماء، ما بقى يفوت على الملكوت حيث القديسين وحيث أبائنا وأماتنا سبقونا. فإذا المعضلة هون تتوقف ليس على العواطف، تتوقف على العقل والفكر. أنا شاب ربيت مسيحيا، ولكن بالمدرسة أو الجامعة أصل على فكر بعض الأفكار من الفلسفات المادية. بدي أنا مجد الجسد، بدي مجد الجمال، بدي مجد العضل، بدي مجد المال، بمشي فيهم وبقول هيدا الله شو نفعه، هيدا ما بيعطيه وما بيطعم خبز. بينما أنا بثبت على إيماني، على أفكاري، على قيمي، بقول كل شيء منيح ولكن ما كل شيء مفيد. فمن هون مثل ما قال مربولوس، بدي أكفر بنفسي، يعني بالمعنى أكفر بنفسي، أكفر بالملذات، بالميول يلي فيه بتجرني نحو المادية، حتى أبقى بقيمة الإنجيلية الإنسانية يلي بترتبط بقيمتي الأله الإلهية يلي حصلت عليها بالمعمودية. وكرمال إيماني وكرمال يسوع المسيح بتخلى عن كل ما هو تعظيم ذات وتمجيد ذات، سواء بالمادة، سواء بالجاه، سواء بالمعطيات يلي العالم كله جرنا لإله. فربنا يزيدنا مواهب، إن شاء الله كلكم مواهب عظيمة عنا، بالزكاة وبالفعل، بالشكر،
بالإنسانية، بالمواهب الموسيقية، ولكن ولا موهبة شو ما كانت تكون عنا تكون مدعاة للمجد والأنانية والتشاؤف على الآخر، لبل دايما إلى التواضع تدعينا والوداع ووضع المواهب اللي عنا بخدمة الإنسان، بخدمة جسد المسيح يلي هو الإنسانية لخلاصها. هيدا هو النقل نحو الملكوت مع تقديس البيعة وتجديدها. والله معكم.